السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبداو اليوم ان شاء الله، غادي نديرو طارطة ديال التفاح بالكريم باتيسيير ولا بات فويتي. هذه لا بات فويتي المهم. ولكن قبل ما نفوتو هذا، قبل ما نفوتو الوصفة، نحب نشكر كل من شارك في القناة ديالي. احنا 11 مشاركة، انا راني فرحانة بزاف لانني يلاه بديتو عندي 11. نتمنى نوصل ما اكثر ونجح في القناة ديالي ونفيدكم ونتفاعلوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكر بزاف فاتي فلوغ، روسا الروخا، مطبخ ام محمد، اسيل لجميع انواع فنون الطبخ والحلويات، اميرة باخلاق اللي تشاركوا معايا. ونشكر بزاف بزاف بنات خالي وبنات خوالاتي، بنات خوالي وبنات خوالاتي، تبارك الله عليهم كاملين. وبالخصوص على نعيمة، نعيمة شكرا بزاف، فرحت بزاف بزاف بالتعليق ديالك وعجبني بزاف وشكرا. نتمنى انك تزيدي معايا تجربي وصفاتي ويعجبوك. وإيبيسك اسيا، اسيا شكرا بزاف بزاف، شحال فرحت ملي لقيت الاسم ديالك. ونتمنى تعجبك القناة ديالي وشكرا على الإضافة. ونخليكم مع الوصفة، شكرا بزاف. وما ننساش أخواتي العزيزات وأمي العزيزة، ندير نص سيترو تاع الحليب، نوجدو لا كريم باستيل باستيليرا كريم باتيسيير نص سيترو تاع الحليب، غادي ندير فيه قشور الحامض، اللي عنده القرفة عواد يزيد القرفة عواد، اللي ما عندوش معليش غير بالحامض كتجي زينة. نديرو الحليب يسخن حتى يفيض، وفي هاد الكاسرونة دايرة القشور ديال التفاح، قشور ديال التفاح اللي قشرتو ها هو، درت معاه واحد معلقة ديال السكر، اي معلقة صغيرة ديال السكر ما عامراش، وواحد الكاس متوسط تاع الماء، كاس المهم شويه تاع الماء ماشي بزاف. هذا باش غادي ندهنوا لاطارت ملي نكملوها تعطيها البريو. نغربلو 60 غرام ديال الفرينه، اللي بغى يدير مايسينا بحال بحال فرينه ومايسينا كيف كيف، هذه 60 غرام. نص سيترو تاع الحليب نديرو فيه 60 غرام، خاصها تجي شويه قاصحه باش تجمع لنا التفاح ملي طيب لاطارت. و 100 غرام ديال السكر، انا ما غاديش ندير 100 غرام كامله، غادي نقص بها شويه لان الحلاوه ماشي حتى لتما. نزيدو لهم جوج اصفار البيض وبيضه كامله، بسم الله. زوج اصفار البيض، ها هما، وبيضة كاملة. هنا غادي نديرو شوية الحليب، كان خاصني نخلي شوية الحليب بارد ولكن مازال ما حماش معلوش. غادي نخلط به هذا، ندير الشيطة باش تشوفوا معايا، يمكن ما كانش يبان ياك، المهم ما علينا. غادي نخلطو مايسينا والبيض والسكر مزيان حتى يندمج كلشي مزيان، بلا ما طابنا الحليب خاصو يطبخ. هادشي معليش، واخا من الافضل ما يبقاوش فيه العبابس ديال الدقيق، ولكن معليش الا بقى وغادي نصفيوه، غادي نصفيو الحليب ملي نخويوه هنا، ونعاودو نصفيو الحليب ملي نبغيو نطيبوها.
ما فيها لعبه بزله والو، حركناه مزيان. الحليب خاصنا نزيدوه غير شويه بشويه. المهم انا غادي نصفيه، غادي نصفيه الحليب ونزيدو شويه بشويه في الخليط الاول. نزيدو هنا شويه بشويه باش ما يطيب ليش البيض ويدير هذا. نزيدو شويه بشويه، تخسر الا كبيت عليها الحليب حامي في مره غادي تخسر، داكشي خاصني نزيد شويه بشويه هكذا. هذا غادي نعاودو نصفيوه هنايا باش ما يديرلناش بلا قزم اللي فات. شوف شحال حايد ديال هذا، هذا ديال الحليب وديال الدقيق. نحركوه ما نريدوش بالتحرك حتى يطيب لنا حتى يولي قاسح. هاهي شتيها دروك، مبقاتش تهود في السا. دابا اللي نحطها ونزيد نحرك باش ما تقساحش. شتي كي راه دايرة قاصحة. حاولوا ما ترميوش انها بنينة، غادي تصلح واخا حتى بوحدها هكا. ديريها في الكاس، ديري عليها شويه اللوز، شويه الكركاع، شويه البيستاش مهرمشين وتخلطيها معاهم وتاكليها كيما بوستري بوحدها، كانت مزينه مزينتها. اولا لاطارت تقسمي بها تقسمي بها هادو ديال لاطارت لي بلانتا، هادي لي كاب ديال لاطارت. كنسرحوها مزيان باش تبرد، وميم طون غادي نغطيوها بابيل فيلم باش ما ديرناش ديك الطابه القاسحه اللي كتجي هنايا وما تجي الزينه. الا درتنا ديك القشره القاسحه هنا الفوق ساحت ما تصلحش، ما غاديش تصلح لنا. الميكا خصها تجي عليها هكا. شوف نديرها عليها بحال غادي نقرصها، ندير هكا وهادي نقطعها واحد تروكو باش البابيل فيلم ما يتودرناش بلاصتو في راها. ايوا هكا، وهاد البلاصه التاليه ردوها على الجهه الاخرى هكا. المره الجايه ملي نجي غادي تبان لي، نجبد من هنا باش ما نبقاش ندور على البلاصه البدايه فراها. ها هي
نخليوها ما نديروهاش في الثلاجه لانها سخونه تخسرنا الثلاجه. نخليوها تبرد. ها لا بات فيتي ديالنا. نديرولها شويه فرينه. فرينه ندلك حتى هو نديرو له فرينه باش ما تسقيناش عليه. نجبدوها واحد شويه غير شويه. هذه اساسا كانت شي هكا تجي واجده غير حلي وديري كيما باش ما تنتفخ لنا مزيان. نجروها شويه هكا وصافي. نديرها في البلاطو هكا. نقطعو عندي هاد ديال الفران عندو الجناب عاليين بزاف، البطاطس ما غاديش نستغل هذا، غادي نستغل غير الطاوة. نديرو البابين ديال الفران. ¿Qué móvil quieres? ¿Qué móvil? ¿Pero móvil no tiene nada? No. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Que me tienen que dar el móvil. ¡Mamá! ¿Nunca me vas a dar? ¿Qué tan duro el ha? هكا ما تعذبناش، قلبناها مباشرة على الصينية وما نسحقوش نديرو لها بزاف ديال الدقيق. شوفوا هادي ديالنا واش بردت. نقطعو التفاح. التفاح خاصنا نديرو رقيق ما نديروهش غليظ باش في الساع يطيب، لان الباب لاباستا هادي لا بات فويتي الساعة كطيب. هكا غليظ خاصو يجي غير هكا النص. لا بات فويتي في الساعة غادي طيب. لا كريمه باستيليرا راها طايبه، غير التفاح خاصو يذوب لنا شويه باش ملي ناكلو ما يجيناش قاصح. الا درناه غليظ ما غاديش يطيب مزيان ويجينا قاصح من نبغيو، واخا تجلس حتى جوج سوايع طيب. التفاح يجي قاصح ماشي كيما ملي نقطعوه رقيق بحال هكا مزيان. شتي ماو ميديو دومي سنتيمتر تقريبا. المهم لا بات فويتي هيا صايبناها. لا كريم باستيليرا ديالنا هيا بردت، غادي نسرحوها هنا. نتمنى راه يبان مزيان. الفران ديالنا راه يسخن على 200 درجة. المهم هنايا أن التفاح ما خصناش نديروه غليظ، هذاك هو المهم. حنا كملنا الدورة الأولى، نعاودو الدورة الزوجة. الدورة الزوجة لا ميم شوز، خصنا تجي هنايا في الوسط ونبقاو غاديين دايرين الدورة ويتلاقاو لنا في الوسط باش تجي دايرة بحال بحال الوردة هكا.
نكملوا الدوره ديالنا. قبلوا علينا، غادي ندخلها للفران على 200 درجه. ملي يبان لي هذا الشيء حمار من هنايا والتفاح حتى هو بحال اللي حمار شويه، حيدها وندهنوها بال الكونفيتور ديالنا. واشرب الماء صويا اللي قطعت لاباط فايتي، ها هما درت وحده فوق وحده، درت فيهم شويه لا كريم باتيسيير وواحد المرصو ديال التفاح دوك المقطعين هكا وشويه ديال السكر، ودرتها بربعة تاع المرصوات واحد فوق واحد. هو كيجا جازين لاباط فايتي كتجي واعره. دابا غادي ندهنوهم بهذاك القشور ديال التفاح اللي طيبناه. ها هو اول ما غادي ندهنوها بهذا اللي خرج به، ونردوها نضرب فيها شويه السخونيه نتاع الفران. وتشوفوا ميرا حوايج بسيطه، النتيجه واعره. اوكي جات هي بصحة والراحة.